تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اليوم احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر، وذلك في موسمها الأول في إطار النشاط الثقافي الذي يقدمه المركز. وقد جاءت هذه المسابقة إنفاذاً لما أوصانا به فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب من ضرورة توجيه الاهتمام إلى النهوض بأمر هذه اللغة. مسابقة اسمها مسابقة مئذنة الأزهر، واخترنا قيمة المئذنة لرمزيتها في السمو وفي العلو، ولأنها مرتبطة بالأذان في الإسماع بما يعلن من خلالها. وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في أبريل الماضي عن مسابقة للشعر تحت عنوان مئذنة الأزهر، وذلك لاختيار أفضل قصائد عمودية باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد علمائه أو شيوخه، أو عن دور الأزهر في تعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي والسلام. والأزهر المعمور أنت إمامه، ستضيئه حتما إذا هو أظلما، ومن اعتدى يوما عليه فإنه سيرى الإمام أتى إليه وأفحما. والأزهر العلم الشموخ مرابط، وأرى الرباط به جهادا أكبرا، فإذا تمثل نور صبح كائنا ما كان إلا أن تمثل أزهرا. وتضمنت شروط هذه المسابقة أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلاً ومن إنتاج الشاعر المشارك، وأن لا تقل أبيات القصيدة عن 30 بيتاً ولا تتجاوز 50، وأن لا يكون قد سبق نشرها من قبل. سعت كثيراً بالاشتراك في هذه المسابقة، وخاصة أني حصلت على المركز الأول فيها. طبعاً هذا اللقاء الاحتفالي الكبير يدعم دور الأزهر الشريف ويوضح دور الأزهر الشريف في دعم اللغة العربية. وفي ختام فعاليات هذه الاحتفالية كرم القائمون على المسابقة الفائزين 5 بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، وحاز الفائز بالمركز الأول على درع مئذنة الأزهر، وبلغ إجمالي الجوائز المالية للفائزين 75,000 جنيه.